به منتخبات أستراليا، أوزبكستان والهند. إذن المشاركة هي السابعة لمنتخبات هذه المنتخبات، منتخب سوريا في النهائيات الآسيوية. لكن كما نتابع الآن مشاهدينا صور من مطار حمد الدولي، حيث وصلت البعثة ويقود منتخب سوريا في نسختها 18 للبطولة المدرب الأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر، الذي يملك خبرات كبيرة بالعمل مع أندية أوروبية عديدة، أبرزها فالنسيا الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى تجربته الواسعة على صعيد المنتخبات، حيث سبق له الإشراف على حظوظ منتخب مصر، بلغ معه نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، كما عمل مديرا فنيا لمنتخبي الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان. ونذكر أن السور قاسيون سيخوضون أمم آسيا في مجموعة صعبة تضم إلى جانبهم منتخبات أستراليا، أوزبكستان، الهند. المشاركة هي السابعة لمنتخب سوريا. ما زلنا مع الصور التي تأتينا من مطار حمد الدولي، حيث يتواصل توافد المنتخبات المشاركة هنا على أرض قطر، على أرض المونديال، تأهبا للحدث الأسيوي الكبير. الكل يطمح للكأس، ومن لا يريد هذه الكأس؟ نتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة. وننتقل الآن إلى مراسلنا